السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، ليلة سعيدة على الجميع. أهلا وسهلا بعد انقطاع كم يوم. البعض يحسب أنه حدث متابعتي، جزاهم الله خير حسن الظن. أنا كم يوم وقفت السنابات لانشغال عندي، ومرة واحدة أفككم مني كل شيء وسوسة ولخبطة. اللي بقول عندي كلام يحتاج تركيز، ركزوا معايا بما أن الممشى طويل، لكن هذا الكلام راح يجعلنا ننطلق نعرف وين احنا في المكان الصحيح في تعاملنا مع الافكار. رقم اثنين، بعد كده ننطلق الى التفكير الصحيح، لان احنا نحدد وين مكاننا. ابتداء لابد نعرف انه الانسان لن يستطيع ان يوقف عجلة التفكير. انت ما تقدر توقف تفكير، اصلا خلق العقل وهو حاسة من الحواس لكي يفكر. أنت فقط عليك أن توجه هذا التفكير سواء المكان الجيد الإيجابي أو السلبي. طيب، هذا التمهيد نتفق عليه أن التفكير لن تستطيع أن توقفه، وإنما عليك أنت أن توجه هذا التفكير للمكان الصحيح سواء كان إيجابي أو كان سلبي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الناس في التعامل مع الأفكار إحدى ثلاث. إما واحد تفكيره دائما شغال، عقله دائما شغال في الماضي، يفكر في الأشياء اللي كانت، أصحابه، أهله، كيف كانت دراسته، كيف كان هو يعاني من شيء معين. فتفكيره غالب لما يعني يسكن عنده التفكير يكون هو رايق، يشغل عقله، العقل عنده يتشغل على الماضي ما يتشغل على الحاضر. هذا نوع من أنواع الناس اللي قاعد على قولهم شغال عقلها في التفكير. رقم اثنين، اللي لا والله تفكيره دائما، خلينا نلف عشان النور، اللي تفكيره دائما للمستقبل مشغول. فصاحبنا هذا اللي دائما تفكيره في المستقبل، يفكر انا كيف راح يكون مستقبلي، عيالي لما اكبر كيف اجيب لهم المال واجيب لهم البيت، كيف اوفر حاجاتهم، طيب انا في عملي هل ساستقر ولا انني بوقف، هل هل هل. فهو دائم السؤال عن المستقبل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، لا والله رجل دائما يفكر في اللحظة اللي هو فيها، دائما تفكيره اليوم أنا مبسوط، يعني أنا في ملعب تفكيري في الملعب، أنا لا والله تفكيري في أنا اليوم في الجامعة أفكر في الجامعة، في العمل في العمل. فتفكيره دائما حاضر، ما يفكر في الشيء البعيد اللي هو عليه يفكر فيه. هذه ثلاث أنواع من أنواع التفكير عند الناس. الغالب مو الغالب، يعني الكل يدخل في هذا التقسيم. سأذكر كل تقسيم وإفرازاته النفسية وما الأشياء اللي يسببها. طيب، القسم الأول الذي يفكر في الماضي، هذا دائما الحزن، يعني يصيب الحزن والألم والاكتئاب، لأنه دائم التفكير في الماضي في شيء لن يستطيع أن يغير فيه. دائما الحزن، هذا دائما تلاقيه من صفاته التشكي، وا 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 الله يوم كنا، الله يوم فعلنا، الله الله، هذا لسان حاله. فهو دائما الحزن والألم، حتى نبرات الكلام عنده كلها حزينة، فهي تنطبع على شخصيته ويصير خلاص هذا جزء من تكوين شخصيته. أما رقم اثنين اللي هو دائم التفكير في المستقبل، فهذا الذي دائما يكون عنده قلق، دائما قلقان، لأن سؤال التغيير وسؤال الاستقرار عنده ما حيوصل له. يعني هو دائما يقول طيب لو المستقبل إيش بسوي، طيب أنا لو سويت كذا هل أنا سأصل، هل هل هل. فهو قلق، فالقلق والتوتر هذا دائما صاحبه على طول. أما النوع الثالث من التفكير الذي هو يفكر في اللحظة التي هو فيها، هذه هي الطريقة الصحيحة السوية المفترض اللي مفترض يصل إليها الإنسان، أنه يعيش اللحظة. اليوم حزين يتأثر ويرجع يكمل اليوم اللي بعده عندي فرح. أصلاً في اليوم يجيله 6 مرات أخبار حزينة و20 خبر مفرح، فهو يعيش ما هو فيه، لا يتأثر بالماضي كثيراً ولا بالمستقبل. طبعاً لا يمكن أنه ينقطع عن الماضي أو المستقبل، إنما نحن نتكلم على الصورة الغالبة. الغالب أنه ما ينشغل بالماضي ولا مستقبل، بل ما يتأثر. هذا الرجل دائما أفكاره مركزة، هذا الرجل يستطيع أن يفكر في الأمور الصعبة، يستطيع أن يتخذ قرارات
في الأمور القيادية، هو قائد. الشاهد أن هذه الشخصية نريد أن نصل إليها بأي طريقة حتى تستقر أنفسنا ونرتاح ونكون على راحة وطمأنينة. أرجو بهذا التقسيم اتضح لنا أول شيء أن التفكير دائم دائم لن يتوقف، وأنماط الناس في التفكير، ما هي المهارات التي تجعلنا نعود إلى المرحلة الوسطى اللي هي مرحلة التفكير في الحاضر. هذه مهارات كثيرة، ولو أخذنا السناب يبغانا الفجر، لكن سنذكرها تباعا إن شاء الله في السنابات القادمة والأيام القادمة بإذن الله عز وجل. شكرا لكم، أهم شيء تضبط هذا الموضوع.